بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله في البارت ده هنتكلم عن نيو فانكشن اضافت في بي اتش بي 7، وهي الراندوم اند. الفانكشن دي زيها بالظبط زي الفانكشن راند اللي موجودة في بي اتش بي 5، بس الفرق بينهم ان البرفورمانس بتاع الفانكشن راندوم اند أسرع من البرفورمانس بتاع الفانكشن راند. طبعا ده مش هيتلاحظ، بس المقارنة اللي حصلت كانت بالملي سكند، فطبعا يعني بالملي سكند اثبتت ان الراندوم انت اسرع منها. لو نيجي مثلا نقول ايكو راندوم انت، المينيمم مثلا نخليه 1 والماكسيمم لا 5. لو نيجي مثلا نعمل ريفرش هيقول لي 1 4 4 2 3. مع كل ريفرش طبعا زي ما شفنا، زي ما كنا بنشوف الفانكشن راند بيديني انتجار معين. نفس الحكايه برضو لو خليت ايكو راند هيقول لي 2 4 4 1. نفس الفكرة بالظبط، مفيش أي اختلاف بينهم، زي ما قلنا الاختلاف بس في البرفورمانس. برضه فانكشن زي دي كانت موجودة في بي اتش بي 5 وتعدلت في بي اتش بي 7 في البرفورمانس بتاعها، الـ Open SSL Random Pseudo Bytes. لو نيجي مثلا نقول ايكو Open SSL Random Pseudo Bytes ونقول مثلا اللينس 16، طبعا هو هيظهر لي على شكل باينري فنخليه هكس bind to هكس، نقول مثلا نعمل ريفريش هيظهر لي السترنج ده. طبعا مع كل ريفرش بتتغير. الفانكشن اللي اتضافت مكانها في بي اتش بي 7 هي الراندوم بايتس. الراندوم بايتس هي نفس الفانكشن بالظبط، بس زي ما احنا شايفين مفيش اي اختلاف، بس زي ما قلنا البرفورمانس بتاعها اسرع. طيب، وهنا يبقى تقريبا خلصنا الفيديو ده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.